نخرج نشوف تصريحات الكابتن ساير عبد الحفيظ مدير الكوره، قال كلام مهم جدا اسمعوه، ونطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع، لان عندي كواليس مهمه جدا على المستوى الافريقي لما الاهلي يسافر تونس يواجه الترجي الجمعه اللي جايه. الحمد لله، يعني فوز مهم جدا وفي توقيت برضو زي ما بقول مهم، يمكن كان جاي في اجواء صعبه متغيره مش عارف هتلعب مين لحد يوم الثلاث. اول حاجه بعد ما اتاكد ان احنا هنلعب بيراميدز، اول كلمه قلنا لهم قبل التمرين احنا جايين ناخد السوبر، جايين نلعب على السوبر، مش جايين نلعب فرقه بعينها، مش جايين نتعامل مع فرقه لابسه ابيض او فرقه لابسه ازرق، المهم ان انت تطلع من الملعب وانت حاصد اللقب. يعني الحمد لله اللعيبه بعقليه كويسه، بعقليه متزنه، بعقليه قويه، قدرت انها نحصل على اللقب الحمد لله رب العالمين. بص يعني انا دايما بقول عقليه كبيره بتساوي نادي كبير بتساوي نتائج كبيره. الفصل اللي بيحصل دلوقتي انت بتاخد من افريقيا تروح على كاس مصر، تروح على افريقيا تاني، ترجع على سوبر، ترجع على افريقيا تاني، تروح لدوري، كل ده بيحتاج عقليات كبيره تعرف تفصل ما بين مباراه والتانيه وما بين بطوله والتانيه. يعني تحديدا من اول يوم 1/4 اللي فات يعني اعتقد انها كانت بدايه كويسه، استعداد كان كويس. خدنا مباراة الهلال السوداني يوم 1/4 لو انت متذكر، وبعدين 5/4 كان المحلة، وبعدين 10/4 كانت نهائي كاس مصر، وبعدين 14/4 كان فاركو، وبعدين 17 سموحة، وبعدين رحنا لمباراة الرجاء يوم 22، وبعدين رحنا تاني مباراة الرجاء يوم 29، ومرورا بالنهاردة يعني اللي هي السوبر. يعني هنطلع على الترجي، ما أدراك ما الترجي، على أرضه صحيح المباراة من غير جمهور، لكن في النهاية يبقى فرقة ومكانة الترجي في أفريقيا. يعني هنتعامل معها بمنتهى القوة، هنتعامل معها بمنتهى الندية، يا رب بإذن الله نكون موفقين، يا رب بإذن الله نكون عند حسن ظن جمهورنا اللي بشكره النهاردة على تواجده ومؤازرته. وحاجة من الحاجات اللي احنا قلبناها كدوافع لينا قلنا لهم يعني المباراة الجمهور الأهلي جاي، سواء كان هتلعب زمالك او هتلعب بيراميدز، مفيش واحد من جمهور الاهلي هيرجع تذكرته ابدا، لان هو جاي يشجع التيشيرت بتاعك، جاي يشجع الناديك، فلازم تكون انت كمان عند حسن ظنه. يعني لو استوجب الامر واستلزم الامر ان هو يقعد النهارده وبكره مفيش مشكله خالص، يعني المهم يبقى نطمن عليه. ان كانت الامور كلها الحمد لله المؤشرات انها كويسه، لكن ده راي طبي لازم نحترمه جدا، وان سلامه متولي سواء كان يقعد 24 ساعه يقعد 48 ساعه يعني على حسب ما هيقولوا. يعني طبعا طبعا يعني في الاول والاخر انت بتتكلم على اطار منظومه او اطار كان منظومه النادي الاهلي بتساعدك على النجاح، لان هي منظومه في النظام بقى، يعني بنحط لوائح بنحط اسس بنمشي عليها. يعني انا مش عايز اقول حاجه يعني بكررها دايما، يعني جمهور النادي الاهلي الحاجه الوحيده في المنظومه كلها اللي عارفه مسؤولياتها وعارفه هي عايزه تعمل ايه، يعني مسانده ومؤازره وتشجيع، وسواء كنت كسبان خسران متقدم متاخر متصدر مش متصدر هو عنده ثقه فيك، الثقه دي بتتنقل للعيبه. النهارده انت كسبان في الدقيقه 94 يعني في الشوط الثالث، يعني ومع ذلك لا حد بخل بكلمه ولا بتشجيع ولا باغنيه ولا بحماس ولا حاجه، لانه عارف دوره، يعني عارف كويس قوي ان هو جاي ورا فرقه بيثق فيها وبيساندها وبيأزرها وبيشجعها. يعني الثقه دي بتتنقل للعيبه. يعني في الاول والاخر زي ما كل واحد زي ما بنقول دايما كل واحد بيقوم بدوره، يعني كل واحد له اختصاصاته وكل واحد له دوره. يعني خلينا نفرح النهارده وبكره، وان شاء الرحمن باذن الله انا هسافر يوم الاثنين على تونس انا وكابتن سمير عدلي، وهو الفرقه هيسافر يوم 9 الساعه 4. عارف انها مستنيانا يعني مباراه كبيره جدا جدا، عينينا على ابعد نقطه في البطوله اللي هي اللقب ان شاء الله الرحمن باذن الله. ما قدرناش ناخده السنه اللي فاتت، لكن ان شاء الله الرحمن باذن الله يكون من نصيبنا السنه دي. صحيح مش هنبص على رقم 2 قبل رقم 1، احنا عندنا رقم 1 المباراه الاولى في تونس.